هنا بيستون عبد الله من كركوك يقول: ما حكم الوشم؟ هناك بعض النسوة يحلقن الحواجب ويضعن مكانها الوشم. هذا تغيير لخلق الله جل وعلا، ويشملهن اللعن، ونسأل الله العافية. هذا لا يجوز بارك الله فيك، لأن الله جل وعلا يعني أشار إلى أن هناك من يغير خلق الله جل وعلا، وهذا كله بتلبيس من إبليس، وإلا لا يجوز للمسلم أن يترك هذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليه من الحاجبين، هذه زينة للرجال وللنساء. نعم. يأتي ويحلق حاجبيه، أو المرأة تحلق حاجبيها ويضع أو تضع مكان الحاجبين شيئا من الوشم، فهذا لا يجوز بارك الله فيك. نعم. ويشمله اللعن والطرد من رحمة الله. بارك الله فيكم.